قراءة ياسين وقت الاعتبار جاء في حديث عن اليسار النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ وعلى موتى ابن ياسين. صحاه ابن حبان وجماعة وظنوا أن إسناده جيد وأن من رواية ابن عثمان النهدي عن عقل اليسار وضعفه آخرون قالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المشهور الحديث المعروف فيه أنه ضعيف فلا يستحب قراءتها على الموتى ومن استحبها ظن أن الحديث صحيح فلهذا استحبها. لكن قراءة جنس القرآن على المريض ينفع قراءة جنس القرآن من تخصيص ياسين إذا قرأ عند المريض يستفيد من هذا ويخشى ويستفيد طيب. أما تخصيص قراءة ياسين فالأصل في ذلك جاء في حديث عن باقي اليسار وظن بعض العلماء أنه صحيح فاستحبوها ولكن بالنظر في إسناده ومراجعة كلام العلماء فيه اتضح أنه ضعيف وأن تخصيصها لم يقل له وجه. فإذا قرأ قرئ عند المريض من القرآن يستفيد ويخرع ويخشع ويتدبر القرآن لا سيما إذا كان يعقل ويفهم هذا فيه نفع له وللحاضرين.